خالد عسكري ينفعل، خالد عسكري يفقد اعصابه ويغادر في لقطة لا اعلم. الله يحسن عوان خالد عسكري بكل ما كتحمل الكلمة من معنى، اقدر كثيرا موقف خالد عسكري، ولكن ما بغيتوش ينسحب بهذه الطريقة، لانه نحن البشر معرضين لاي خطأ. كنعلموا بانه هذا الموقف اللي فيه خالد عسكري موقف صعيب، موقف صعيب، ولكن ما بغيتش خالد ينسحب بهذه الطريقة. خالد هدف خلى خالد عسكري انه ينهار بشكل كبير، يخلع القميص وينسحب. الان الاشاره لشار الجمهور الجيش الملكي اشاره فيها اكثر من رساله بانه ما بقاش عنده رغبه باش انه يكمل المشوار، ولكن كنعتقد بانه